супермаркет Джори Фэд Супервэлью Зала. Чи вас рейтинг? Само отлетит на фонд Кира. في منطقة الباب شمال سوريا. هذا وأعلن المرصد السوري من دون أن يسفر عن ضحايا. أخيرا نداء إنساني، مستشفى النقيب صيدا بحاجة إلى دم من فئة أوبوزيتي. إلى هنا نأتي ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من لبنان الحمد. دائماً معكم. 40-45 هذه ترانش داج. اليوم اللي عم ننصدم انه الترانش داج اللي عم يصابوا فيها الاشخاص هي بين عمر 16-25. هذه النسبة الاكبر. الضوء الاخضر. الضوء الاخضر 4-9 المساء مع فادي نواف.